هون يا أطلس؟ لا هون. مروان طلع، لازم تحطوا القطعة بالمكان الفاضي هونيك. أنا حليتها. اف برافو عليك يا حبيب أمك، شفت بعيونك يا بابا قديش أطلس ذكي؟ ايه طبعا طالع لأبوه ابني الأسد. غريبة، مين بتكون جاينا بهذا الوقت؟ ما بعرف، أنا رح أقوم أفتح. رؤيا، شو صاير معك؟ مروان بيك. تمام 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 رؤيا. مروان، شو الموضوع؟ ما بعرف. شوي شوي على مهلك، خلينا نفوتها لجوا. على مهل على مهل، تعي نفوتها. أنا كنت عم جيب الملفات، مو أنت قلت لي إنك مستعجل عليها ففكرت إنه جب لك إياها. وأنا جاية على الطريق لعندك شردت شوي، إجت سيارة مسرعة ما كنت شايفتها، وفجأة ما حسيت إلا خبطتني السيارة خبطة خفيفة وأثر الضربة. أنا وقعت على الأرض وخفت كتير، بس أنا كان الحق علي وقلت هاد ليالي عم بتسوق، والمرة خافت كتير كمان وقلت لها هالشي بسببي. الحمد لله اللي إجت هيك. على كل حال أنا منيحة. لا شو هالعجلة يا رؤيا، أنا كنت شفت الملفات بكرة الصبح. خلينا نقوم ناخدك لعند دكتور. قومي، ما بيصير. لا لا مروان بيك، عن جد أنا منيحة، يعني مزبوط إني ضربت راسي، بس ما في داعي أبداً، ما بدي إزعجكم آخر هلا، بلكي عندكم شي. رؤيا شو عم تحكي أنتي؟ إزعج شو هاد؟ أنتي وقعاني على راسك، لازم نشوف دكتور. قوم مروان. رؤيا يلا يلا رؤيا قومي. ماشي يلا يلا مروان. تعالي على مهل على مهل. مروان طمني شو بيصير معك. تمام أنا رح خبرك أكيد. أنا قلت لكم إني منيحة، ما فيني شي، يعني خوفتكم آخر هالليل على الفاضي. أكيد لما شفناكي بهالوضع من الطبيعي إنه نقلق ونخاف عليكي، مزبوط؟ مزبوط. خلص كوني يعني مرتاحة. آه صحيح، أنا طول اليوم بالشركة عم بشتغل كل الوقت ونسيت آكل أي شي، بلكي لهذا السبب، مع الضربة اللي على راسي غميت. شو يعني نسيتي تاكلي يا رؤية؟ معقول هالحكي؟ امشي، في مطعم قريب من هون بجيب لك أكل منه. لا 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 مروان بيك، هلا بس روح على البيت باكل اي شيء، ما بدي اصبك. لا تناقشيني، امشي قبل ما تغمي. يلا انت ما بدي اقول لها لرفيفي بيطلع خطة مشغول، شو هالحكي هاد يا غبي؟ لو كنت مكانه وانا كمان ما كنت برد بعد كل فصولك. بس يا امي انا مالي مبسوط، صرت متصل شي 100 مره اليوم، خلصنا حاجه بقى يا والله. نملت ايدي، شوفي شو صار فيها. ممنوع تستسلم، اصحك مو اذا بتتصل مره، اذا بتتصل 60,000 مره ممنوع انك تستسلم، بدك تراضيها. امي ما عم تقبل، ما بدها تعطيني قلبها ولا شيء، ما عم يمشي الحال، ما عم يطلع بايدي شيء معها، خلص انا رايح على غرفتي. شو هديك؟ ما عادت غرفتك، صارت غرفه الغسيل. بالله عن جد هلا غرفتي عملتوها غرفه غسيل؟ هذا اللي طلع معكم كتر خيركم. بعد شو عم تعمل؟ شو صار؟ بدي فواكه. الفواكه إلنا، هدول الفواكه إلنا، انت اذا بدك تاكل فواكه روح كلها مع زوجتك اكرم. يا الله منك يا امي، اعطيني هالجهاز. شو عم تعمل بعد؟ لك حتى التلفزيون ممنوع استعمله كمان. لك انت شو ما عم تفهم؟ ما عم فهمك مثل البشر، كل شيء موجود هون إلنا نحن مو إلك انت، انت اذا بدك تتفرج على التلفزيون روح وتفرج مع مرتك، فهمان؟ يعني والله برافو عليكم يا امي، قديشكم بتحبوني انتو، عن جد شكرا كثير، كتر خيركم. وانا مثل الناس الطبيعيين عم دور على شيء يفرحني، بس ما في هيك شيء ابدا، ما بيكفي انه كل الدنيا ضدي وكمان اهلي عم يقلعوني. من قلعك ايه طبعا معك حق، واهم شيء بالموضوع انه ما فيني اخسر كنتي اللي مثل الورد بسبب هبلك انت يا غبي. يعني عن جد ما بعرف كيف بدي اتشكركم، يعني نحن بهذا الوقت اللي المفروض نكون كلياتنا ايد وحده ومتحدين مع بعض، انتو بتتخلوا عني، وكمان فوق كل شيء مشكلتي مع رفيف لتكمل. ونحن من شان شو بدنا نتحد؟ ايه طبعا، ما انتو متعودين علي هيك، مفكريني بلا احساس وما بهمني شيء، وقصة الحجز ما بتعني لي. وصل لك لسانك ولا؟ حجز شو هاد؟ ولك اجى الحجز على الشركة يا أمي، شبك؟ ما شاء الله عليكم، كلهمكم تربوني وما بهمكم شي تاني بالمرة، برافو. اجى حجز على الشركة؟ ايه. هي يا أمي، قال ابن الدب القطبي، وأنا كمان بدي صير مثل أبي، عندي بوق كبير بس أكبر،
قالت أمه أكيد يا ابني، بس تكبر وإيدك تقدر تتحمل أكيد رح يصير عندك. يا روحي تقبرني. ايه امي اهلين. اسراء، صحيح ماما اجى حجز على الشركه؟ خير احكي لي شو صاير. يعني ليش خبرك هالغبي ايكو؟ مالي فهمانه. انا ما كنت بدي اقول لك مشان ما تزعلي امي. ايه خلصنا، شو صار؟ يا الله دخيلك، ايش اول مره بيصير معنا هيك شيء؟ يعني ما نحن متعودين على الحجز، شو بكون يا جماعه؟ لك يا ريت حجزوا عليك انت وريحوني منك. ايه حبيبتي لا تخافي من شيء ولا تفكري، انا ومروان عم نهتم بهالقصه ورح نحل كل شيء. وكيف مروان؟ يعني أكيد هو تكركب، بس ما في شي مهم، عم نحاول نحل القصة. طيب هاتي خليني اسمع صوته. هو هلأ ماله بالبيت، عنده شوية شغل، تبقي بتحكي بعدين معه. طيب ماشي حبيبتي خلص، وانت لا تزعجي حالك يا روحي. يلا بشوفك. شوفي أمي لا تاكلي هم. ايه تمام. يلا بشوفك. اوه رؤيا، قديشك مبينة جوعانة، مبين انك مو اكلة. عن جد انا كتير كنت جوعانة هلأ للاحظت هالشي، يا ريت لو اكلت انت كمان. انا مو جاي عبالي، انت كفي اكلك. مروان بيك، انا مآمنة انك رح تتخطى هاي المشكلة، طول عمرك قوي. هالمرة ما رح يكون الموضوع سهل هيك. طلع على حالك قديش تخطيت عقبات بالشركة وانقذتها من كذا موقف بسبب قوتك وجرأتك. يعني الكل بيآمن فيك مروان بيك، وأنا كمان بآمن فيك، وحتى ما عندي أدنى شك أنت شخص أسس هالشركة مع أنك طالع من حارة شعبية. لو سمحت بترجاك اوعى تنسى مين أنت، لازم تضل متذكر هذا الشي لو شو ما صار معك. هيك عم يحكوا عني بالشركة؟ ايه أكيد الكل بيوثق فيك مروان بيك. ليش الكذب؟ كتير فرحتيني بهذا الحكي. هاي الشركة حلمي، ما بقدر أتخلى عنها بهاي البساطة. ايه انتي شو حلمك؟ شو بدك انتي؟ حلمي انا اني خلص الاكل كله بدون ما يصير لي شي. بس ما تاكلي هم، ما في شي، لا تقلقي بنوب. لبين ما تخلصي رح ادفع الحساب. تمام تمام. قديش حسابنا معلم؟ 26 ليرة. صباح الخير، شو مبكرين اليوم؟ ليش قدرنا ننام اصلا يا موسى؟ شلون الوضع؟ ما كثير منيح، الشغل عم يمشي ببطء، يعني ما عم تهدى الأسئلة وأنا عم حاول أنه لهيهم، بس لازم نتصرف بأقرب وقت ممكن. بعرف موسى بعرف، قبل ما أجي حكيت مع البنك كمان. إيه ونحن بهالحالة أكيد ما قبلوا يعطونا قرض، يعني شو؟ وأنا كمان حكيت مع الأستاذ محمد، في عنده شخص أجنبي مهتم فينا ممكن يساعدنا، بس ما بيقدر لآخر الأسبوع. آخر الأسبوع؟ نحن ما عنا دقيقة واحدة نخسرها بتقلي آخر الأسبوع؟ أخي شو رأيك أحكي مع إياس؟ لا تسكر هذا الموضوع من لما مات أبي وما عاد ينفتح. تمام؟ اي أخي فهمت. وانت شو عم تشوفي إسراء؟ عم شوف أسهم الشركة مروان، طلع كل مالها عم تهبط، نحن لازم نعمل شي بأسرع وقت ممكن. صباح الخير مازن، شو كأنك ناطرني؟ شو صاير لك انتي؟ انا حدا عامل لك شي؟ انتي منيحة؟ تمام عم اهلك اهدى، انا عملت هيك بحالي مشان مروان يتحرك ويهتم فيني. عن جد؟ ايه. لك انتي فقدتي عقلك وجنيتي، شو اللي عم تخبصي؟ ليش عملتي هيك بحالك؟ جنيت؟ شو يعني جنيت؟ نجحت الخطة المهم؟ وقت اجى الحجز على الشركة انا كنت اول شخص بيطلع بوشه، فشل لي خلقه، حتى مبارح تعشينا مع بعض اول مرة وكان كتير حلو وكأنه بلشنا ناخد وش على بعض. ليك اطلعي، انت عن جد عم تلعبي بالنار وحتى عم تحرقي حالك فيها. انا ماني فهمان هذا الشخص بشو مميز، يعني انت مانك بحاجته، انت بنت حلوة، واذا بتطلعي حواليك شوي
ليك لما اطلع حوالي الشيء الوحيد اللي بشوفه اني بدي اخلص من هالمكان، ومروان هو الوسيله. رؤيا رؤيا، كل يوم بتقولي 2000 كذبه. بس اكتشفها مروان وقتها شو رح تعملي؟ ها؟ ما عاد رح يكون في هذا الشغل بالشركه وهي الثقه كلياتها، شو رح تعملي وقت تكتشف انك مو مخلصه جامعه؟ مين رح يحس بشي؟ اصلا ما حدا بيسالني ولا شيء. وبعدين ليك لا تطلعني من وش الصبح، انا عم خبره لامي بكل شيء، انت لا تتدخل. شيلك مني هلا، انت ليش مانك على بعضه؟ ما تساليني شو اللي صاير. امبارح انا وجماعتي كان عنا تسليم بضاعه وما قدرنا نوصلها للزلمه، وبده مننا مصاري وما في مصاري، يعني لازم لاقي حل باسرع وقت. يا الله دخيلك، وانا ما معي ولا حتى 5 ليرات اعطيك ياهن، والا بتعرف ما بقصر. رؤيا مو هيك مو هيك، انا ما عم احكي لك مشان تعطيني مصاري، انا بس عم خبرك بمشكلتي، انا بس عم فضفض لك مو اكثر. القصه مو سهله، يعني المبلغ اللي لازمني كتير كبير. فهمت فهمت، والله ما بعرف شو اقول. خلينا نحكي بعدين، لاني تاخرت كتير وتلجت من بردي هون. ماشي تمام، بشوفك. تمام شكرا كثير، يسلموا. تمام اتفقت معهم، رح يأجلوا الحملات شوي، يعني كسبنا شوية وقت. من أجلهم يا موسى، من أجلهم، بس لأيمتى؟ الأستاذ ممتاز عم يتصل. أهلين أستاذ ممتاز. مرحبا مروان. أعطيني البشارة، لقيت لك مستثمر منيح. شو؟ عن جد عم تحكي؟ مين هو؟ احكي لي. أنا ما كثير بحبه. هو غريب شوي وعقله صعب، بس أنا اللي فهمته إنه هذا شخص بيقدر يحل لك هالمشكلة كلها. فهمت فهمت أستاذ ممتاز، يعني قديش ممكن يكون غريب وعقله صعب، بس أنا بعرفه شيء لهذا الشخص، هو من القطاع تبعنا؟ لا ما له علاقة. أساساً هو ضالل هون بصعوبة، هو شوي شخصية غريبة. ويكون بعلمك هو بيدير شركة أهله الخاصة. أنا حكيت له عنك. وحكيت له قديش كن شغالين وبتهتموا بالشغل، وكتير عجبه هالشي، وبده يتعرف عليكم اثنيناتكم. اي بيصير؟ طبعا منتعرف. بس انا ما عندي وقت كتير اخسر، وانت بتعرف اخر الاوضاع، لو نلتقى باسرع وقت ممكن. اذا بيناسبكم تطلعوا على الغداء؟ ايه كتير بيناسبنا. ايه تمام، لا تاكل هم ابدا. ماشي انا هلا بحكي معه وبنسك، وتوقع مني رساله يبعث لك فيها التفاصيل، بس بتمنى انك ما تتاخر على المواعيد، دقه المواعيد عنده كتير مهمه. تمام أستاذ ممتاز، ما تقلق أبدا، نحن رح نكون هنيك على الوقت تماما. بالمناسبة شكرا كتير إلك، ما رح أنسى لك هالمعروف أبدا. تمام يلا. شو صار مروان؟ شو قال لك؟ جهزي حالك، رايحين بعد شوي. أنت يا وردتي الحمراء الغالية، لو ببكي كل يوم كرمال عيونك، دموعي لعيونك بترخص يا عمري، يا فرحة قلبي المقسومة نصين. عجبك الشعر؟ شو عم يصير؟ لا ولا شيء، بس حاولت اني اقدم لك شعر، بس على ما يبدو انه ما كتير زبط معي، ما تواخذيني يعني. حاولت. انت قدمت اخر اداء عندك يا ايكو، هالامور ما نبي هالبساطة يا حبيبي انت. بس يا وردي يا حبيبة قلبي انت، معقول هذا الحكي؟ معقول تصدقي انه انا ممكن خونك؟ والله ما بيصير هذا الحكي. بعدين الغنية شو بتقول؟ تذكر شو بتقول؟ النومة عريش نعام من دون الحبيبة، مثل الصخر لانه مهله قريبه. ذكرتيها؟ لو كنت اخذ درس من النوم على الكنبايه ما كنت نمت على الفرشه بدون حبيبتك يا ايكو. بس كنت فكر بهالشغلات قبل ما تعمل عملتك. يا حبيبتي ليش عم تظلميني؟ والله انا عم اقول لك اني بريء، ليش ما عم تصدقي كلامي؟ شو عم بيصير؟ اجى الشاعر. صهري سابقا الخائن اكرم، يلا على مكان تاني، روح القي شعرك قدام باب بيت اهلك، يلا روح. امي زمرد ممكن تعطيني ثواني؟ بكفي انتهينا. ورتي ورتي انا مشانك كنت عم بشتغل فيها للشركه، والله مشانك، والا انا شو بدي فيها؟ صدقيني انا كل هالشغله ما حبيتها. والله بدك اترك الشغل بتركه هلا، بس اجى الحجز وعيب اني اتركهم بهذا الوقت، بس على الاقل لتخلص هاي المشكله، وبعدها بترك الشغل وبمشي. شو رايك؟ موافقه؟ شو اجى الحجز؟ حجز على الشركه. مو دريانه؟
فكرتكم درياني؟ مروان ابني اهدي شوي اسراء لازم نطلع بصوره منيحه قدام الزلمه تمام؟ هو شخص كتير بتهمه العيله يا اسراء لو سمحتي. طيب لا تبالغ كتير، ما له شيء صعب، بدنا ندبر حالنا لساعتين انه يعني نحن مبسوطين ومنحب بعض. شو حيصير؟ انا بعرف قديش الخمس دقائق صعبه معي. اصلا انت الصعب عليك، ليش صعب علي انا؟ لا تخليني بلش فيك واحكي كل اللي بقلبي هلا. شو عم تعمل؟ بتضل تسمعني حكي وبتحاول تحاكيني بالالغاز. انا ليش عم سمعك حكي كل الوقت وحاكيكي بالالغاز؟ يا ترى انت سالتي حالك شيء ولا لا؟ تمام. سالتي حالك تمام يا اسراء؟ تمام مروان تمام، خلص هي رح اسكت واعتبرني ما حكيت ولا شيء بالمره. اي نعم امي. ابني ابني مملكتنا عم تنهار، مو معقول، بدنا نصير مستأجرين بديارنا، بدنا نجوع بقصرنا يا مروان. اهدي امي. شو؟ شو عم تقولي امي؟ ابني رح نصير فقرة. قلي ولادي رح يصيروا ايتام شي. قلي ايكو يلي خبرهم. امي حبيبتي اولا هدي حالك، ما في هيك شي، اساسا نحن هلا بالطريق عنا غداء عمل، وبعدين انت ما تزعجي حالك بهالشغلات، ما تقلقي ولا تفكري. ايه طيب كتير منيح، يعني انتو بامان ما هيك؟ ماما بتمنى هيك يكون، بس مثل ما قلت لك انا على الطريق وبعدين بنحكي عن ولادك، تمام امي؟ وقف وقف ابني، ما تسكر، وقف ما تسكر، كل المصايب اللي عم تجي على راسنا من وراء عائلة ارتان ابني، بس تاخذ وحده من عائلة ارتان الحجز عم يجي مجانا معهم يا ابني، مو معقول. خالو زمرد مرحبا، انا عم بسمع حديثكم بس حبيت نبيك مو اكثر. سدي بوزك، ما تحطي حالك بالنص، ما تقاطعينا، جربانه. تمام امي حبيبتي رح سكر، يلا بشوفك. طيب يا روحي وانا عم بوسك. يلا امي سكري سكري، ما عم اشبع منه. سكري. طبعا حضرتك ما رديت بولا كلمه على امك، دائما هيك بعمرك ما رح تتغير. لك شو بدي اقول يا اسراء، بتعرفيها لامي هي هيك بتحكي، وانا حفظتها لهي الجمله، دائما هيك حشتك، يعني شو بدي اقول اسراء، هي امي هيك بتحكي. ليش عم تضحك؟ لا تضحك. تمام ماني عم اعمل شيء، بس ضحكتني وقت قالت عيلة ارتان السبب وهيك. عيب عليك يا عن جد عيب. تمام تمام خلص، بكل الاحوال خلينا مركزين، بلشنا نقرب. ذكرتني وقت اللي قلت طريق رح اشوف وين صرنا. تمام اسراء، الرجال كتير دقيق بالمواعيد، عن جد ما لازم نتاخر عليه. تمام تمام، ليش نتاخر؟ ليكنا على الطريق رايحين. روح من هون دغري بعدين لف على اليمين. لا لا ما بدي لف من هنيك، في زحمه كتير، خلص خليني هيك. شو يعني تروح من الطريق اللي بتعرفه؟ انا برايي انك ما تروح من الطريق اللي بتعرفه، لانه هلا بتطلع لنا شيء مصيبه مثل عوايدك. هلا بيكون كتير زحمه من الطريق اللي قلتي عنه كم مره مجربه، لهيك رح روح من هذا الطريق. شو خلص. شو هي خريطه يعني تكنولوجيا؟ انت ليش ما عم تسمع من التكنولوجيا؟ عم بيحط انه الطريق على اليمين. في زحمه سير كتير بهذا الطريق من اليمين، كثير الطريق زحمه. فهمي علي ليش ما عم تلف على الخريطه؟ عم بقول لك بقى روح عم روح يمين. تمام خلص رح لف على اليمين. خلصنا من خلص الاول، روح خلص يمين ليك تفضل. اف ها لفيت، خلصينا بقى. برافو اسراء ارتان، برافو، شفتي فوتينا بطريق بجنن كله بس من ورا عنادك. روح من هون. ايش وانا يلي عملت الزحمه؟ انت اللي دخلتينا من هون اسراء. انا ما دخلتك من هون، الخريطه قالت لي انه روحوا من على اليمين، قلت لك روح على اليمين، بعدين هذا الطريق بالعاده ما في زحمه، مالك شايف في حادث اليوم؟ مو مهم حادث ولا شو، المهم في زحمه وكله بسبب نقك. روح من اليمين وضل معنا خمس دقائق، كيف بدنا نوصل هلا؟ ايه تمام. اسمع طالع عندي إنه المطعم بآخر الشارع وبالسيارة ما رح نلحق. مزبوط عن جد؟ استني شو رأيك اطلب لك طيارة منروح بثانية لهنيك؟ شو صار لي عمل لك ساعة؟ قلت لك بالسيارة ما رح نلحق من هون. مروان شو أنت ولدت من بطن أمك راكب سيارة؟ نركض شو يعني؟ مثل ما سمعت منركض. منركض؟ يلا بسرعة بسرعة، أنا مدير تنفيذي، شوفي بأي موقف حطيتيني هلا أسرع، شايفة؟ لك حاسة غرور وشوفت حاله وأنا مدير وما بعرف شو، بعدين شوف بعيونك شو عم بيصير بالشركة هلا، بدي شوفك إذا راحت الشركة أنت ودارتك. خلص معك حق، الحق علي أنا، أسرع حاسس حالي رح أمرض لبين ما نوصل، خلصنا بقى. مروان اسكت اسكت وركض. يلا 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 افتح، يلا يلا خلصنا. مرحبا، كيف منظري؟ منيح منيح. ليكن هون هنين اسراء هون، تعي معي.
تعي 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 تعي. مثل ما قلت لك خليك عم تضحكي وما تعملي حركات تغيظي. إذا أنت ما عملت شيء أنا ما بعمل شيء أصلا. بس تترك إيدي بدي روح وغسلها. حبيبتي أنا. أستاذ حلمي تأخرت دقيقتين وثانيتين. بمزح معكم. مرحبا فيكم. اهلا وسهلا. تفضلوا. تفضل. شكرا. مرتي الغالي اعطيني. شكرا. تعي تفضلي. شكرا كثير حياتي. انا حلمي صايا وهي المرأة الحلوة اللي جنبي بتكون مرتي. مرحبا. تشرفت بمعرفتكم وانا مروان كورفلي. وهي البنت أجمل بنت بالعالم بتكون مرتي. حياتي وأنا كتير تشرفت بمعرفتكم. ما تواخذونا على التأخير مرة تانية بس بتعرفوا زحمة اسطنبول يعني قديش بتاخد وقت لحتى توصل. ايه أنا رح فوت بالموضوع. شوفوا أنا ما بفهم بشغلكم. خليني أكون واضح من البداية. أنا رجال فلاح يعني بس مدحوا للسيد ممتاز لألكم ما بيخلص. مو كنتوا ضميتوا الفلاحين على التطبيق تبعكم؟ وأنا قدرت هالشي كتير وقت اللي عملتوا هيك. وأنا هلأ إذا قدرنا نتفق سوا أنا بدي استثمر معكم بالشركة. عن جد؟ يعني ونحنا كتير حابين نشتغل معك. مزبوط؟ مزبوط إسراء؟ أكيد يا زوجي الغالي. قديشكن بتاخدوا العقل؟ والله غيرت منكن أنا. عم بقرا بعيونكن قديش بتحبوا بعض. مزبوط. ايه نحنا كتير منحب بعض. ايه اكيد هيك نحنا. ايه شكرا لك. هذا الشيء كتير مهم. العيلة كتير مهمة. ضلوا متذكرين هذا الكلام اللي بدي قولكن يا طول عمركن. شوفوا يا حلوين انتو مثلنا بتشتغلوا مع بعض كزوج وزوجة ونحنا كمان شركة عائلية. واساسا الانسان اذا ما وثق بعيلته بمين بده يوثق؟ مو هيك؟ بالضبط استاذ حلمي. مثلا انا بهي الدنيا اكتر شخص بوثق فيه هي اسراء. مثلا نحن ما عنا اسرار بين بعض وما بتخبي عني شيء. مو هيك اسراء؟ مزبوط يا روحي. مروان زوجي بنوثق فيه يعني ما بيرتكب اخطاء وما بيعصب كتير. قراراته كلها بياخدها عن حب وقناعه وبيفكر بياخد وقته يستفسر. صح حياتي؟ تماما بالضبط. ايه صحك. انا كتير حبيتهم يا حلمي. يعطيك العافية موسى بيك. شكرا لك. لسه ما اجى مروان بيك؟ عندك علم وين ممكن يكون؟ ايه هو واسراء راحوا على الغداء مع مستثمر جديد. ها كتير حلو. وليش راحت اسراء خانم معه؟ المستثمر من النوع العاطفي اللي بيحب العيلة وهيك شغلات فطلب منهم يروحوا سوا لما عرف انهم بيشتغلوا مع بعض. يلا ان شاء الله يقدروا يأسروا فيه هذا اهم شيء. أكيد رح ينجح وأنا واثقة بهالشي. السؤال هنن علاقتهم قديمة هيك واضح عليهم ولا شو؟ طبعا هنن بيحبوا بعض من الطفولة. غريب مع أنه العلاقات الطويلة مع الوقت بتخرب. قصدي أنه مو سهل الموضوع لأني أنا بعرف من حالي. برأيي هنن كتير تعذبوا لنجحوا. تماماً بالضبط. أنا عندي شوية شغل تحت. شوفك بعدين. شوفك. ليك رؤية. أنت خلصتي جامعتك ما هي؟ إيه أكيد. ليش ما دورتي على شغل أحسن؟ مو كنتي بتستاهلي منصب أعلى؟ عم فكر أني رح أتعلم كتير من مروان بيك. فهمت. تمام أنا تحت لك. أنا بشوفك بعدين. شوفك. شو صار معهم يا ترى؟ والله اللي سمعته أثر فيني كتير وأنا ما بجامل أبداً. أنتوا شباب عم تحاولوا تحموا شركتكم وعم تقدروا تخلوها تنجح وتحافظوا على هالشي وهذا الشي مانو سهل ينعمل بنوب. أي مزبوط. نحن هيك أستاذ. ما كان سهل الموضوع وخاصة عند إسراء. أستاذ حلمي نحن بلشنا بكير كتير. هذا البيت الصغير اللي قدرنا نعمره نحن إسراء اشتغلت ليل ونهار لحتى نوصل له. حتى إذا بتصدقوني نحن اشتغلنا بوقت معين كل واحد بشغل. وأنا لما كنت عم طور البرنامج ما شفتوا قديش عانت إسراء. فاتكن هالشي
وبعدين حسيت بعد وقت شو خسرانين نحن. ما فيني انسى فضل لأسراء، كتير صعب. ومروان كتير شخص مجتهد وعنده عزيمة، وهو دائما عاطيني كل دعمه، ولهيك أنا ناجحة لهي الدرجة. واضح، لأنه لو ما كان هيك ما كان حقق هالنجاحات. بصراحة أنتوا كبرتوا بعيني، ولحتى تضلوا مع بعض إيد بإيد بتعملوا كل شيء. إلا مروان، كيفك يا روحي؟ لك صلي زمان ما شفتك، وين مختفي؟ ايه ارزا، ونحن عنا غدا عمل مع الاستاذ، هلا مو فاضيين بنوم. فهمت عليك، بسيطه بالاذن، صحتين وهنا. مين هي البنت؟ صديقه قديمه. صديقه هي صديقه مروان، ما شاء الله عنده رفقات كتير وما بيخلصوا، وين ما راح بيطلع له رفقات، بكل مكان بيطلع له رفقات، وين ما رحتوا بيطلع له رفقات، باستراليا بافريقيا حتى. انا كتير بحب الصداقة. هو كتير بحب الاصدقاء، ما بتتخيلوا قديش هو بحب الاصدقاء، صديق مخلص ومحب كتير، لدرجة انك اذا بتفتح موبايله بتضل بتقلب بالاسماء وتقلب بالاسماء وتقلب بالاسماء وتشوف عنده رفقات 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 رفقات، مو معقول قديش عنده رفقات، من اي دولة بالعالم الحمد لله. ايه صح. انا عن اذنكم شوي بدي روح على الحمام. أكيد، تفضل تفضل يا حبيبي، تفضل. شو عم تعمل؟ لا انت شو اللي عم تعمل؟ انا ما عملت شي بنوب، انت اللي عم تعمل مو انا. شو هاديه؟ بتطلع لك بنت بكل مكان وبتعمل حركات وبتعمل حركات، ما بتستحي. انت ليش متوتره هيك؟ متوتر شو هاد؟ بسببك رح يفهموا كل شيء. والله بسببي انا، افضل قرار عملته اني رحت على لندن بس مشان اشوفك على حقيقتك. منيح اني رحت عن جد. ليك مروان، لا تخليني اقلب عليك المواجع واذكر لك كارلا واللي عملته وقتها. لا تفتحي موضوع كارلا يا اسراء، قلت لك 2000 مره ما صار بيناتنا شيء بالقارب، انا شربت كثير وغفيت وهاد كل شيء صار، فهمتي ولا لا؟ شو يعني بس هيك شربت كثير وغفلت؟ معقول؟ اللي في بني ادم طبيعي ما بيعرف حاله غفل ولا ما غفل، نام ولا ما نام ولا شو صار؟ ليك انت لازم تحمد ربك اني لساتني مكمله معك بهذا الزواج، ولا انا شو دخلني شو بتعمل، ولا ان شاء الله بتحترق. زينب كمان أكرم لازق فينا وما عم يعرف يخلي رفيف تسامحه، لأنه أنا حكيت معه قال ما أنه عامل شي، لو عامل شي أنا كنت حسيت عليه، ما أنا أمه تعرفي أهبل، وهو كتير بحبه لرفيف، بس هو بيجذبه أحياناً، بس طيب كتير قلبه طيب. إيه شي أكيد أنه هو بحبه، بس إيكو مستحيل يعمل هيك شي، إلا هي الشغلة مستحيل يساويها. لا لا يعني لو بس تسمعوا رفيف مثل الخلق والعالم كانت فهمت الحقيقة شو هي، بس هنن ما عم يسمعوا بعض أبدا، ونحن لازم نتدخل بيناتهم، لازم نخليهم يحكوا مع بعض. يا زينو حكيك صح، جيتي على المكان الصح محاسن. في حل واحد لهالقصة. شو؟ المطعم، يعني أنا بقصد هذا المكان، يعني كل العشاء مرقوا من هون وكل العشاء اتخانقوا وتصالحوا وحلوا مشاكلهم هون، مو؟ ايه عن جد. شوفي رح نجمعهم اتنيناتهم هون ورح يقعدوا ويحلوا مشكلتهم ويطلعوا من هون متصالحين وبس، خلصت القصة. يا بنتي رفيف ما رح تجي، ما رح تجي. لك انت تركي هي القصة علي محاسن، الله يسامحك. عم تتصلي برفيف؟ الو مرحبا، كيفك؟ شو عم تعملي؟ منيحة يا روحي، طلعت من البيت ورايحة على البيت، انت شو عاملي؟ شو احلك؟ طيب ليكي شو بدي قلك، صار لنا زمان ما التقينا انا وياكي، شو رايك المسا نطلع نشرب شي شغلة؟ نقعد ونحكي مع بعض شوي، شو رايك؟ ايه ماشي يا زينب، وانا بيناسبني. وين بدنا نلتقي؟ على الشانزليزيه مثلا؟ يعني لوين بدنا نروح؟ اكيد رح نلتقي بالمطعم. لا بيكون ايكو بالمطعم وما لي خلق احكي معه. لك لا يا بنت لا، ايكو عنده شغل المساء، يعني ما رح يكون هون ابدا. قلتي عنده شغل؟ شغل شو عنده؟ بالله شو؟ ايه طيب انا بجي المساء وبشوفك لكان. تمام حبيبتي بشوفك. شغل شو عنده؟ هالحركات مو علي. ايه الله يوفقك يا ايكو، بالتوفيق والنجاح. العملية انحلت والموضوع خلص. يا الله ان شاء الله يا رب يمشي الحال، يا رب يا رب ان شاء الله نخلص من ايكو ويحل عنا. امين. استني رح شق على الكيكة رح تحترق. يا الله شو في كمان؟ لك زمرد، شو بدنا نعمل فيها؟ خلص خلص انت لا تفكري زمرد.
أنا بحل القصة، لا تاكلي هم أنت، خلص أنا بحلها، أنت بس تركزي مع رفيف وأكرم وأنا بحل قصة زمر. إيه خلص تمام ممتاز، وأنا رح روح شوف موسى لك. عادي كلي كيك بالأول. لك لا، هلأ عندي اجتماع مهم، بدي شوف شو عملوا وشو صار معهم. ماشي شوفك حبيبتي. يا روحي هي قصتنا يا حلمي بيك، نحن هلأ عم نعمل الأفضل مشان أطلس، وعم نحاول نعمل جهدنا بأنه نقدم له الأفضل لمصلحته. وشو صار بكارلا لكان؟ هي هلأ بأمريكا عايشة مع الصغيرة ومارك مع بعضه. انتو عندكم حسنات كتير، لا قدرتوا تتجاوزوا هالقصة. بغض النظر لا توجعوا راسكم فينا أكتر. أستاذ حلمي أنا عن جد كتير تشرفت بمعرفتك. يلا أسرع. دقيقة، لوين رايحين؟ بالحقيقة أنتوا عشتوا شيء كتير صعب، بس بهي الحالة أو بغيرها أنتوا لساتكن جنب بعض ما، وهذا الشيء هو الأهم. أي تماما، بالرغم من كل هالمشاكل قدرتوا تحافظوا على بعض. أنا برأيي تعطوا آخر فرصة لحالكن. أي وإمتى ناويين نوقع العقد؟ كيف؟ أنت ما بتحب أستاذ حلمي، وقت بدك، يعني ما إمتى ما بدك أنت. معناها ما في داعي نضيع وقت كتير، نحن رح نستعجل ومنخلي المحامين تبعونا يحلوا باقي. أبداً ما رح تندم على قرارك. بس عندي طلب وحيد منك. إيه؟ تفضل. من الأول أنا قلت لك ما بفهم بشغلكم كتير، لهيك أنا ما رح أتدخل بشي. بس ابن أخي رفيق أنهى دراساته العليا بأمريكا وإنجلترا واشتغل هونيك كمان، وهو بيفهم بهذا الشغل، وأنا حابب إنه يمثلني بالشركة عندكن وينوب عني. إيه أكيد طبعاً بيسعدنا هالشي كتير، ولو معنى هذا هيك اتفقنا. اتفقنا. مروان أنا ما عم بقدر صدق أبداً، نحن نجحنا، قدرنا نلاقي ممول. خطر عبالي للحظة إنه ما رح نخلص أبداً. قديش ارتحت يا أسراء، هم ونزاح عن صدري. مروان؟ نعم. بدي أسألك سؤال، الحكي يلي حكيته جوا كان صادق فيه؟ الحكي اللي قلته عن الماضي، يعني كان هذا الكلام حقيقي ولا كنت عم تمثل قدامه؟ أكيد ما كنت عم مثل، كل شيء حقيقي وقلته من قلبي. الناس دائما بيتسألوا من أول ما بلشت إنه هالشركة نجاحي أنا بس. هو مزبوط هالحكي، بس كمان هي نجاحك وشركتك. أنت كتير اشتغلتي وتعبتي من أول يوم ودعمتي الشركة كتير. على كل حال يلا منكفي حكي بالطريق، ما أنا مجبورين نضل هون أساسا داخل إيه كتير من هالمكان. يلا إسراء، شو صار لي؟ شو؟ ولا شيء، بس حسيت قديش كان معك حق. يلا لسه صفينا السيارة بعيد عن هون، بدنا نمشي. يلا خلصينا، تعالي. أنا أجيت أمي. أهلا وسهلا بنت الحلال، ذكرناها وأجيت. خير ماما، شو عم يصير؟ مرحبا. بعرفك بنتي. مرحبا. رفيف. أهلا عتاب بيتران، محامية الطلاق. محامية الطلاق؟ طلاق شو هاد يا أمي؟ ليكي بنتي خلينا نخلص من هالقصة من أولها، وبدنا ناخد كل شي يا بنتي، بدنا ناخد كل شي من بين إيديهون، حتى المطعم بدنا ناخده. المهم أنتي ما تزعلي، لا تبكي. إيه لا بقى يا أمي. شو هاد؟ بنتي هبلة، يعني شخصيتها شوي عاطفية، ما لا مثل ابني المدير التنفيذي الأسد مروان، يعني ما عنده شخصية قوية وإرادة جبارة مثله. الشهادة لله، ما قدرت تترك الأرضاعة على صار عمرها 8 سنين، تخيلي هيك الله خالقها. الله هيك طعمي إياها. عتاب هيك طبعا، ما تواخذينا معك بحالك وجاي لعنا لهون، بس أنا لسه ما أخذت هيك قرار، هو قرار صعب، لهيك فيك تروحي. شكرا إلك، عن إذنكم. يعطيكي العافية، باي أمي. أنا اللي أخذت قراري، تعي لهون لشوف. أنا ما أخذت هيك قرار. شو المناسبة؟ عتاب خانم ارتاحي. زمرد خانم، شو بدنا ننهي الموضوع ولا بدنا لا؟ بدنا ننهي عتاب خانم، أي نحن خلينا نبدأ بالإجراءات فورا، خلينا نبتدي. طيب مثل ما ماشي حبيبتي. طبعا مثل ما بدي، لكن شو؟